حياكم الله. في ريف حلب الجنوبي تدعي روسيا وجود قوات تركية تقاتل هناك، ادعاء كذبه ثوار حلب مع تأكيدهم أن المعارك الجارية تشارك فيها فصائل ثورية وأن الأتراك لا ناقة لهم فيها ولا جمل. معارك خلفت العشرات بل تجاوزت المئة في صفوف الميليشيات الإيرانية، بينهم قائد في الجيش الإيراني والحرس الثوري. فما الذي ترمي إليه روسيا من ترويج مثل هكذا إشاعات حول الوجود التركي على الأراضي السورية؟ بل أراضي السورية، هل هي محاولة من روسيا لجر تركيا للمواجهة مع إيران في ريف حلب؟ ما هدف الحليف الآخر للأسد أي إيران في تقديم قادتها على مذبح ريف حلب ومحيطه؟ في ملفنا الثاني، معركة الفلوجة في نهاية أسبوعها الثاني، لا سيطرة لا تقدم للقوات الحكومية المدعومة بميليشيا الحشد على الأرض وجوا من طائرات التحالف الدولي، ما دفع برئيس حكومة بغداد حيدر العبادي مؤخرا إلى إرجاء المعركة. لكن ورغم ذلك ما زالت الفلوجة تكتوي بلهيب قصف ميليشيا الحشد الشعبي التي لا توجد أي دلائل على تقدمها في المعركة. قصف دفع بمئات العائلات إلى مغادرة الفلوجة، لكن ليس عبر تلك الممرات الآمنة الوهمية التي تحدثت عنها حكومة بغداد سابقا، بل عبر نهر الفرات، علهم يجدون مكانا آمنا يقيهم جرائم وانتهاكات ميليشيا الحشد الذين قالوا هم وغيرهم أنهم بل إنهم جاءوا لإنقاذهم. للحديث الدائم أهلا بكم. كذب ثوار حلب ادعاءات موسكو بمشاركة قوات تركية في ريف حلب الجنوبي، وأكدوا مقتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيات النظام وأسر 15 عنصرا آخرين، وذلك خلال المعارك الدائرة في الريف الجنوبي التي استطاعوا من خلالها تحرير قرى معراتة والحميرة وتلال القراصي. التفاصيل في التقرير. أكثر من 100 قتيل و15 أسيراً لقوات النظام والميليشيات الأجنبية المساندة له جراء اقتحام الثوار عدة قرى ونقاط بريف حلب الجنوبي، تمكنوا من خلالها من تحرير قرى معراتة والحميرة بعد انغماس مئات المقاتلين وتنفيذ عمليتين استشهاديتين لجبهة النصرة على غرفة عمليات قوات النظام. إخوانكم في جيش الفتح وفصائل عسكرية أخرى بشن هجوم على الميليشيات الرافضية في ريف حلب الجنوبي، والحمد لله تمكنا من السيطرة على قرية معراتة ومستودعات خانطومان وعلى تلال القراصي وقرية حميرة، وقام إخوانكم في جبهة النصرة بإرسال مفخختين إلى تجمعات الرافضة في قرية خلصة وإلى غرفة العمليات، وتم قتل أكثر من 100 رافضي في هذه العملية في هاتين العمليتين، وتم أسر حوالي 15 عنصر من الميليشيات الموجودة في ريف حلب الجنوبي. الثوار الآن أصبحوا على أعتاب قرية خلصة الاستراتيجية، أهم معاقل قوات النظام في الريف الجنوبي، فالقرية تقع على مرتفع جبلي كاشفة لأوتوستراد حلب دمشق الدولي ولعدة مناطق أخرى تحت سيطرة الثوار، فيما يحاول الثوار الآن السيطرة عليها لإسقاط قرى زيتان وبرن نارياً وتقطيع أوصال قوات النظام المتمركزة فيها. نعم، المعركة هي استراتيجيتها الأولى هي التأمين خانطومان بالكامل من الناحية الشرقية ومن الناحية الجنوبية، وللسيطرة على قرية خلصة المرتفعة والتي تطل على الأستراد، وهي آخر ما يطل على الأستراد للميليشيات الرافضية في ريف حلب الجنوبي. وبإذن الله بالسيطرة على قرية خلصة يعني تكون قرية زيتان وقرية برنة يعني ساقطة ناريا بإذن الله تعالى. مرحلة أولى من المعارك انتهت وبدأت معها المرحلة الثانية، حيث أصبحت المعارك تستهدف بلدة الحاضر، أهم معاقل الميليشيات الشيعية في المنطقة. خالد أبو المجد لأورينت نيوز، ريف حلب الجنوبي. سأناقش هذا الملف مع ضيوفي عبر سكايب. أبدأ مع ياسر عبد الرحيم قائد عمليات غرفة حلب. مساء الخير سيد الكريم. وعبر الأقمار الصناعية معي أبو حيدر الحمصي القائد العسكري لجيش
السنة سينضم إلينا، وأيضا أرحب بسيادة العميد أحمد شروف المحلل العسكري ضيفي من عمان. أهلا بكم. اسمحوا لي أن أبدأ مع أستاذ سيد ياسر عبد الرحيم. أهلا بك سيد الكريم. المرحلة الثانية حسب ما ورد في التقرير هي مدينة الحاضر، أرجو أن تضعنا في آخر التطورات العسكرية في البداية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كان هناك البارحة عملية نوعية قام فيها أبطال جيش الفتح، وقاموا بتحرير عدة قرى منها تلال القراصي، وكذلك قرية معراتة الحمير، وكذلك دخلوا قلعة جيوة. حتى رب العالمين استطاعوا طرد الميليشيات الأجنبية من الطائفية الشيعية من هذه القرى التي احتلتها مؤخرا، ودخل وأسر العديد بعمليات نوعية، وتم طردهم وهم خائفون مسعورون. القيادة الروسية بدأت توبخ الإيرانيين، والإيرانيين بدأوا يلصقون كل انسحاباتهم بالجيش بشار، ولكن كان انتصار عظيم لجيش الفتح. ولكن لا. طبعا كان في المقابل عمليات نوعية لغرفة عمليات فتح حلب ضمن المدينة، وأما جيش الفتح هو كان بالجنوب، أما غرفة عمليات فتح حلب قامت اليوم بعمل نوعي بنفس التزامن بقصف تل الشيخ يوسف وتدمير كتيبة المدفعية التي كانت تحاصر مدينة حلب وتقطع طرق الإمداد وقتلت المدنيين. تم تدمير الغرفة، قتل 3 ضباط إيرانيين وروس وأكثر من 50 عنصر، تدمير راجل، تدمير مستودعات في هذه التلة، وتم تدمير وسحق هذه التلة، وأكثر من 50 جثة وصلت إلى المشفى العسكري في حلب، وتخبط القيادة بين الجنوب والمدينة. والحمد لله رب العالمين استطعنا اليوم إدخال قافلات إغاثة وطعام داخل المدينة منذ أكثر من 10 أيام، والنظام يحاول بمدفعيته بطائرته بكافة القذائف العنقودية وكذلك القذائف الفراغية تدمير طريق كاستيلو ومحاصرة أهلنا. ولكن الحمد لله رب العالمين تمكن المجاهدين في غرفة عملية فتح حلب من الضرب في المدينة، وكذلك أبطال جيش الفتح بعملية نوعية في الريف الجنوبي، ودحر النظام والقيادة الروسية والإيرانية بهذه. طيب سيد ياسر، لا أعلم ما هي رتبتك العسكرية حتى يعني أقدمك بها، لكن تحدثت عن انسحابات إيرانية، هل هذه الانسحابات يعني برأيك ستكون على مستوى كبير قرار إيراني أم لا، هي انسحابات ربما خسائر وهزائم في المعارك لا أكثر من ذلك ولا أقل؟ يبدو لي أن العناصر الإيرانية هم يعني يتميزون بالسرعة بالضاحية والجري، فكانوا يفرون بسرعة تفوق على الجيش السوري، هم سريعون بالهروب، كانوا يفرون تحت ضربات جيش الفتح بطريقة هستيرية، هم كانوا منتهج جبناء، كانوا مرتزقة بكل ما تعنيه الكلمة، مجرد أن جاءوهم أبطال جيش الفتح سحقوهم بكل ما تعنيه الكلمة. طيب. فروا تحت ضربات، وكانت عمليات رائعة جدا الحمد لله. طيب نتحدث عن تكذيبكم لوجود أي قوات تركية سيادة الرائد. يعني هم يحاولون أن يورطوا الجيش التركي أو يريدوا الانتقام. الجيش التركي استطاع طرد كافة مشتري وتحرير القسطنطينية، وكانت معركة أثبت فيها الجيش التركي والعثماني تحديدا قوته في التاريخ، وطرد كافة المرتزقة التي حاول تدنيس البلاد. والحمد لله رب العالمين هذا الجيش هو بقي في أراضيه ولم يتدخل في هذه الحرب، لأنه رأى أن القوات الروسية هي قوات مرتزقة تقاتل الشعب السوري ويعني وتقتل المدنيين، ولكن لم يتدخل في هذه الأرض. نعم. هم يحاولون تورية الجيش التركي، والجيش التركي إلى تاريخ اللحظة لم يتدخل في كذا حرب قذرة تقودها روسيا وإيران ضد الشعب السوري البريء. طيب. ويحاول مساعدتنا فقط في المخيمات وتقديم الدعم للمخيمات وكذلك يعني اللاجئين. طيب سيادة الرائد اسمح لي أني أستغل وجودك معي وأسألك سؤال أخير، ماذا بشأن طريق الكاستيلو، هل ما زال مقطوع؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا طريق الكاستيلو بعد تدمير كتيبة من الرميات الأرضية الحمد لله رب العالمين لم يعود يستطيع الرمي مباشر باتجاه هذا الطريق، ولكن الطائرات للأسف شديد الطيران الروسي يقوم بعدة غارات بهذا الطريق ويستهدف المدن، ولكن هناك بعض اللحظات الحمد لله رب العالمين استطعنا إدخال فيه السيارات الإغاثة والطعام، ونطمئن أهلنا أن هذا الطريق إن شاء الله سيبقى مفتوح، هناك طرق سندخل فيها الإغاثية والطعام، ولن نسمح لهذا الطيران الغاشم باغتصاب أرضنا وتدميرها. وإن شاء الله رب العالمين ستكون حلب مقبرة كافة المرتزقة الإيرانيين والروس
وسنجعل من أجسادهم سمادا لهذه الأرض الطاهرة بإذن الله. شكرا لوجودك ولظهورك معنا بتفاصيل سيادة الرائد، أعلم بأن وقتك مليء. شكرا لك سيادة الرائد ياسر عبد الرحيم قائد عمليات غرفة حلب، ضيفي عبر سكايب من حلب. مباشرة إلى سيادة العميد أحمد شروف المحلل العسكري ضيفي من الأردن. سيادة العميد، كيف تقرأ ما تحدث به سيادة الرائد خصوصا تكذيبهم لوجود قوات تركية، وماذا بشأن الانسحابات الإيرانية؟ وأيضا سنتحدث بشكل مفصل عن طريق الكاستيلو. تفضل سيادة العميد. بداية حياكم الله والسادة المشاهدين. ما جرى، نبدأ من الإعلام الروسي والبيان الذي صدر عن وجود قوات تركية، هو مجرد سبق إعلامي للترويج لتبرير الخسائر التي مني بها الروس والإيرانيين في جنوب حلب، وسابقة خطيرة، وينذر بأن الطيران الروسي سوف يقصف قوات الجيش الحر التي صنفوهم بالقوى المعتدلة في حي النصر وقرية الأنصاري التي تقع جنوب الراموسي وكلية المدفعية، وهو موقع حيوي واستراتيجي تقدم فيه بداخله جنوبه اليوم السوار وجيش الفتح. وهذا التقدم سوف يقطع كامل التواصل بقوات النظام وحلفائه جنوب حلب في منطقة حيوية، وهي كلية مدفعية الميدان والمدرسة الفنية العسكرية ومحور تحويل الموت كانوا يسموه سابقا الحلبي، وهو الذي يصل إلى هنانو ويصل إلى مدرسة المشاة ويصل إلى جسر النيرب. المهم، هذا هو سبق إعلامي للترويج لما سيتبع لاحقا من توجيه ضربات نارية كثيفة إلى القوات الثورية الموجودة في هذه المناطق. سيادة العميد، سيادة العميد، ماشي، يعني إذا البيان الروسي خرج، إذا البيان الروسي خرج وتحدث انه هذا البيان له مبررين، المبرر الاول كما تفضلت اللي هو تبرير الخسائر، انه هناك قوات تركية حتى يبرروا خسائرهم، تحدث ايضا بانه سيكون هنا يعني اعلان يسبق القصف الروسي المكثف، سيتم التكثيف بالنسبة للقصف الروسي، لكن على الارض ليس هناك قوات تسيطر على الارض، اذا تحدثنا عن قوات ايرانية او ميليشيات شيعية او قوات لنظام الاسد، فبالتالي ما هو الهدف من استمرار هذا القصف؟ ما الهدف أيضا من أن إيران تقوم بتقديم ضباطها وقاداتها على مذبح حلب؟ يا سيدي، القوات موجودة وبعشرات الآلاف، والمرتزقة موجودين وهم من جميع الفئات، ولا أريد أن آخذ الوقت في تعدادهم، والكل يعلمهم. نعم. الجنوب حلب هو منطقة حيوية يلتقي فيها الهدف الجغرافي مع الهدف السياسي والعسكري والاقتصادي. نعم. في مجمل هذه الأهداف، المفصل الأساسي فيها هي الخطة الروسية الأمريكية التي تنوي إعادة رسم الشرق الأوسط، ودعني رجاء أكمل لنفهم ما يحدث في الجنوب. تفضل. هذه الخطة محاورها الأساسية هي هذه الأهداف التي تلتقي في حلب وخصوصا في جنوبها، للعبور إلى إدلب وللعبور إلى شرق حلب للأسفيري وللعبور شمالا باتجاه منطقة الباب. هو في البداية سبق بين الروس الأمريكان الذين أصبحوا الآن على مسافة 60 كيلومتر شمال شرق حلب في منطقة الباب، وبين الإيرانيين والروس الذين فشلوا في جنوب حلب. هذه الأهداف، الخطة العامة لفدرالة سوريا وإعادة رسم الشرق الأوسط، تنطبق في مجملها في منطقة حلب وخصوصا في الجنوب. الروس قواتهم النارية موجودة ومستشاريهم وقوات الخاصة الروسية موجودة في جنوب حلب، والفرق الإيرانية والميليشيا العراقية وميليشيا القدس وبقايا جيش النظام هي موجودة وتقاتل، ولكن القوى الثورية ومحورها الأساسي هو جيش الفتح، حقق انتصارات أساسية. ماذا يريد الروس؟ يريد الروس تحقيق ولو تقدم حتى لو كان بسيط لكي يحاولوا لملمة الجبهة الداخلية التي بدأت الأزمات الاقتصادية تظهر الآن في 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 روسيا، وبدأت الجبهة الداخلية عندهم بالاحتجاج والتململ، وأيضا بحاول تحقيق هذا التقدم للاندفاع شرقا جنوب شرق باتجاه إدلب التي يسعون الآن وهم يقصفونها من أجل القول أننا حررنا إدلب كما حرر كما يعمل الأمريكان في الشمال. طيب. الإيرانيين يريدون الوصول العبور
من جنوب حلب إلى نب إلى كفرية والفوعة لجمع المنطقتين النب والزهراء وكفرية والفوعة من أجل القبض على ورقة جنيف القادمة من أجل فرض الإقليم، هل يتبع للإقليم الشمالي أم يتبع للإقليم الغربي؟ النظام يريد أن يسوق نفسه كمحارب ويريد أن يعبر ليصل المسافة قصيرة بين كويرس ومطار حلب، وبعبوره أصبح مع مقابل في تماس مع صديقه مع صديقي داعش، وسوف يستعيد بالتراضي هذه المنطقة ويصبح خارج السفيري، أي أصبح على مشارف الرقة. هذه ما حصل اليوم وبالأمس، القوى الثورية استطاعت بعمليات عسكرية والحمد لله السيطرة على نقاط حاكمة ومسيطرة في منطقة القارصلي وفي منطقة قرية الأنصاري اللي هي جنوب كلية مدفعية الميدان، وأصبحت هذه المواقع جميعها مرصودة ناريا من قبل الثوار. ماشي، نعم. إذن هذه المراحل قام بها الثوار، أذى بها مباشرة إلى أبو حيدر الحمص القائد العسكري لجيش السنة من ريف حلب مباشرة. أهلا بك أبو حيدر، يعني أستغل وجودك حتى لو كان دقائق معدودة، حدثنا عن ماذا بارك الله فيك أخي. تم التقديم في المرحلة الأولى، خططكم المرحلة الثانية في ظل وجود كل هذه الخطط الروسية الأمريكية التي ستبدأ في حلب ومحيطها، تفضل. أخي الكريم مساء الخير. مساء النور. في ظل الهجم الشرسي من قبل روسيا، من الله علينا بتحرير قرية اللهم صل على النبي، تم علينا المن تحرير قرية اللهم صل على سيدنا محمد حميراته. لا لا. ألو أسمعك أسمعك أبو لا حيدر. لا أسمعك أخي الآن تسمعني؟ أبو حيدر تسمعني الآن؟ ألو نعم أنا أسمعك أبو حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام أخي تمام. اتفضل اتفضل أبو حيدر اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله السلام. علينا الحمد لله رب العالمين اليوم بتحرير قرية القلعجية بفضل الله عز وجل، وتم تكبيد العناصر الإيرانية العشرات من الفطائس الحمد لله رب العالمين وتم تحريرها بالكامل بفضل الله عز وجل، والأخوة المجاهدون كمان حرروا قريتين. نعم. شمال قرية القلعجية بفضل الله عز وجل. نعم طيب هذه مرحلة أولى أبو حيدر. نعم. هذه المرحلة الأولى، هل هناك مراحل ثانية؟ ماذا عن القصف الروسي؟ ماذا عن وجود عناصر ما زالت ميليشيات الشيعية حزب؟ نعم الله، هل فعلا تم انسحابه؟ تفضل. هاي المرحلة الأولى، هاي المرحلة الأولى طبعا، في تكمل إلى العمل بإذن الله تعالى بهاليومين القادمين بإذن الله تعالى، والميليشيات عم تنسحب الأفغانية والإيرانية، صار في خلاف بسبب انسحاب الميليشيات الإيرانية. نعم. وفضل من الله عز وجل، يعني الله مكننا منه فضل الله عز وجل. طيب برأيك أبو حيدر ما هو سبب الانسحاب هذه العناصر الإيرانية على وجه الخصوص والأفغانية؟ بسبب الخلافات بينهم، الإيرانيون يلقون اللون على الأفغان والأفغان يلقون اللون على عناصر بشار الأسد. طيب الآن في ظل وجود غارات روسية، هل سيكون هناك غارات روسية مكثفة؟ هل بدأت هذه الغارات على وجه الخصوص أبو حيدر أم لا؟ أخي الكريم الغارات من يومين، من 48 ساعة القادمة لحد هاللحظة ما هديت. طيب هناك من دمروا البنى التحتية. نعم. ما خلوا بناء. نعم البيان الروسي يتحدث فضل. بأن هناك قوات تركية، أنتم كذبتم هذا الموضوع، لا يوجد هناك أي قوات تركية صحيح؟ أخي الكريم لا يوجد أي عنصر تركي، لا يوجد أي مقاتل تركي، هذه إشاعات بسبب خسائر النظام والقوات الإيرانية على الأرض. طيب ماذا بشأن العتاد؟ هل هناك أسلحة نوعية تمتلكونها أبو حيدر؟ بفضل الله عز وجل يعني في الحمد لله رب العالمين. طيب بس شيخ يعني ضعيف وخفيف.
ماشي. طيب أبو حيدر، هناك توحد للغرف العمليات جميعها، يعني أنتم جيش السنة مع غرفة عمليات حلب مع جيش الفتح، هل هناك توحد؟ هل هناك اتصال تنسيق على كلا الجبهات كاملة؟ نعم أخي، نعم، جيش الفتح ما زال قائما بفضل الله عز وجل، والمعارك على أشدها، وبإذن الله في تكفاية للعمل بهالنهارين. طيب أبو حيدر، سؤال أخير، أعتذر للإطالة. السؤال الآن، هل العناصر الإيرانية أو الأفغانية أو الميليشيات الشيعية، هل هي على قدر كافي في المناطق التي تقاتل فيها، أم أنهم لا يملكون أي معلومات عن جغرافية المنطقة؟ أخي الكريم، عم نعمل نحن التفاف دائما عليهم، عم يتقاتلوا بين بعضهم بسبب انسحابات عناصر الأسد، عم يتدشر العناصر الأجنبية الأفغان والإيرانية وعم ينسحبوا، وذلك عم يسبب خلافات شديدة بين بعضهم، والحمد لله الله عم يمكننا منهم. طيب شكرا لك أبو حيدر الحمص، القائد العسكري لجيش السنة، ضيفي من ريف حلب، شكرا لوجودك أيضا وشكرا لوقتك. سيادة العميد، أعود إليك من جديد. السؤال الأهم، إذا كان هذا البيان الروسي خرج لتبرير الخسارة ولإعطاء شرعنا له لقصف مكثف، طيب ما الذي يجبر إيران على تقديم القيادة قياداتها كلها يتم قتلها؟ سمعت ما تحدث به أبو حيدر، خلافات أفغانية إيرانية كلها تنسحب، ما الذي تريده إيران؟ هي خاسرة. إيران تريد كما قلت لك الاندفاع من جنوب حلب، هي وعدت أن تبقى بقواها، أن تشكل قوى في حلب، تريد أن ترتكز إلى كفرية والفوعة ونبل والزهرة، تريد أن تصل إلى هذه الكفرية والفوعة وتصل الأربع قرى مع بعض لتشكيل جزء من إقليم، وتكون لها ورقة في المفاوضات السياسية إلى أي قسم إلى أي جهة سينتمي هذا الإقليم. قلت لكم أنه هي عملية تقسيم فيدرالي، إعادة رسم الشرق الأوسط من منطلق المركز الذي هو سوريا. ولكن ما قيل، مع الاحترام للأخ الذي اتصلتم معه، ربما يكون هناك تناقضات بين القوى، ولكن لا يوجد خلافات، هناك تكتيك جديد سيجبرونني الآن على قوله، وهو القيادة واحدة، ولا يوجد هناك لكل اتجاه ولكل هدف. باختصار لكي لا نتحدث عن الهجوم في جنوب حلب، حدث بالأمس واليوم، لكل هدفه وهو المسؤول عنه، ولكل اتجاهه وهو المسؤول عن تحقيق مهمته، على أن تقاد الجميع من مركز واحد، من مقر قيادي واحد، وعندما يعطي القائد لا ينظر، لا أحد ينظر إلى هذا القائد من جيش الفتح أو من جيش طيب ماشي، لكن السنة أو من أي قوى. نعم، يعني تتحدث عن الفصائل الثورية، لا تتحدث عن الميليشيات الشيعية. الميليشيات الشيعية موجودة، موجودة فرق قوات خاصة، وموجودة الفرقة 23 واللواء 65 وقوات القدس، ولواء القدس الميليشيا الفلسطينية التي غرر بها قوامها 3000 مقاتل موجودين يعملون كرأس حربي وأدلاء في جنوب حلب، وموجودة ميليشيات محلية تم ضمها، والدفاع الوطني والفرقة 11 وقسم من الفرقة 18 وكتيبتين من الفرقة الرابعة، كل هذه القوات، ونقول ليست موجودة قوات. طيب هي موجودة، لكن هناك خلافات. سيادة العميد، حسب ما تحدث أبو حيدر، قال بأن هناك قوات ميليشيات شيعية لكن هناك فيها خلافات، الخلافات تعود لأنه تقوم قوات نظام الأسد بالانسحاب من جبهات المعارك. هذه العادي، قوات هم موجودون ولكن هم مرتزقة، لا يملكون هدف يقاتلون من أجله، هم يقاتلون، ولكن قوات النظام هي عبارة عن بقايا لا تستطيع أن تثبت في أمام الهجمات، ولا تستطيع أن تؤمن الدعم النفسي والميداني لهذه القوى. وهذه القوى، نعم، هناك نقطة ضعف واحدة، أنهم يجهلون جغرافية المنطقة وطبيعتها، والضربات المفاجئة للسوار أدت إلى انهيار الدفاع، انهيار الدفاع أدى إلى خلخلة القيادة، وبدأ كل يلقي اللوم على الآخر. نعم هذا حصل، ولكن هناك صمود وهناك مقاومة، والتقدم ليس بسيطا، صحيح أنه كبير ولكنه ليس بسيطا، وبفضل تماسك القوة والاندفاع الحاسم هو الذي حقق النصر. لماذا نقول أنهم تختلفوا وانسحبوا؟ لا، بالعكس،
بطولة السوار هي التي دفعتهم إلى الانسحاب وأوقعت فيهم خسائر كبيرة ماشي. فتشتت تخلخل الدفاع وانهارت الأنساق الأولى. طيب إذا كانت الحصيلة نعم. بالتفصيل أنه هناك قتلى إيرانيين، هناك قتلى أفغان، قتلى ميليشيات شيعية، انسحابات قتلى لنظام الأسد، روسيا تصدر بيان تتهم في قوات تركية موجودة في سوريا، الثوار يتحدثون عن قتلى وسيطرة وتقدم ولله الحمد. السؤال الأهم، الولايات المتحدة الأمريكية دورها الآن المتفرج عما يحدث في حلب أم ما هو دورها؟ الأمريكان يتقدمون في شمال شرق حلب، وقد وضعوا إشارة إكس أحمر على الرقة أنه ليفهم الروس أن هذه لنا، نحن من سنعمل على السيطرة عليها، وانتقلوا إلى منبج. في منبج يتقدمون أمام الحليف الاستراتيجي لهذه القوة تنظيم داعش، بدأ ينهار بمسرحي مخزي جدا، ينسحب وهو لا يحتاج الأمر إلا إلى تقدم قوات سورية ديمقراطية وستسيطر على أدلب، وأصبحت على مسافة أدنى من 10 كيلومتر وعن حلب 60 كيلومتر، وهذا ما أقلق الروس وأخافهم. ولا أظن أن الأمريكان ينظرون بعين الشماتة إلى فشل شريكهم الروسي والإيراني في جنوب حلب، وهم يشعرون الآن بالسعادة وسيتقدمون، لأن الوصول إلى بنبج سيوصلهم إلى الباب، وأصبحوا إذن على مشارف حلب، وسيكون الإعلام معهم وخلفهم، وسيضخم هذه المسرحيات التي انسحب فيها داعش، وتبقى القصب السبق بيد الأمريكان من أجل فرض ما يريدونه في جنيف القادمة. طيب. وسيشعر الروس بالإحباط، وهذا ما سيلجؤون إليه، إلى الصواريخ. البلاشي في الروس هم مرتزقة عبر التاريخ يا سيدي، أول من عمل مرتزق عند الإمبراطوري الروماني هم الروس، وسيشعرون الآن بالخجل، هم دمويون، أنا خدمت عندهم 4 سنوات وأعرف بماذا يفكرون. الآن سيلجؤون إلى قوة نارية كبيرة جدا وراقب في الأيام القادمة، وإن شاء الله يستطيع السوار تدبير أمورهم وتأمين الحماية والتمويه لقواتهم وعتادهم، وينشرونه بشكل مجزأ في مناطق التي تقدموا إليها ليقللوا من نسبة الخسائر. طيب نعم. فقط تحدثت قوات سوريا الديمقراطية ستتجه إلى إدلب سيادة العميد، ستصل إلى منبج، وبالتداعي سوف تسقط الباب، وصولهم إلى الباب أصبحوا إذن هني في خاصرة إدلب، وأصبحوا على وصلوا تقريبا إلى أحياء حلب، منبج قريب جدا من حلب، وأصبحوا على مشارف حلب، وأصبحوا في خاصرة إدلب، ولن يتقدموا إليها نهائيا، لأن معركة إدلب لن يستطيعوا، وتحتاج إلى قوة كبيرة جدا، وهنا تبدأ مرحلة المساومات بين الأطراف التي نعم. تلعب في الوضع السوري، الأمريكان والروس والإيرانيين، وستعد خطط مغايرة للخطط التي أعدت في منذ أيلول وما قبله في 2015، وسنشهد مراحل جديدة، وإن شاء الله سيكون مصيرها الفشل جميعا، وسينتصر السوار كما انتصروا في جنوب حلب وأعاقوا التقدم باتجاه إدلب من جنوبها نعم. وأصبحوا الآن هم المسيطرين ناريا، وأصبح قواتهم الآن مسافة قصيرة 4 كيلومتر، تصبح الأنصاري وقرية الأنصاري وحي النصر على متصلين مع خان طومان ومع بلدة العيس، وتصبح كلية مدفعية الميدان مفصولة مع الراموسي عن جسر النيرب ومطار النيرب، وبدل أن يطوقوا ويعزلوا حلب من الجنوب أصبحت قواهم هي المعزولية الآن، وأصبحت مقطعة الأوصال، وإن شاء الله يحصل تقدمات في الأيام القادمة للقوى السورية، وبهذا يصبح الفشل واضحا للعيان للإيرانيين والروس، وعليهم لملمة خسائرهم صحيح. فمن يدافع عن عرضه وأرضه لا يحتاج إلى من يشعل زمامه نعم نعم. شكرا لك سيادة العميد، أتمنيت يكون عندنا خارطة حتى نتحدث عليها بشكل أوضح، والنقاط اللي تم السيطرة عليها وكيف سيتم الحديث في المرحلة الثانية. لكن أنا أحفظ المنطقة جيد، أدرك ذلك لكن أنا أحفظ المنطقة نعم جيد أدرك ذلك، لكن أنا حديثي أتابعها بالأسماء نعم، أنا حديثي كان للمشاهد سيادة العميد، أدرك ذلك بأنك تحفظ هذه المنطقة. شكرا لك سيادة العميد أحمد شروف المحلل العسكري ضيفي من عمان على كل هذه التفاصيل والقراءات العسكرية، شكرا لك سيادة العميد. نذهب إلى فاصل أيها الأفاضل.